بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مع أم تسنيم. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا وصفة للمادلان، وصفه اقتصاديه غير بحبتين من البيض. راح ندير ان شاء الله كميه لا باس بها. عندي لهنا المكونات بسيطه، حبتين من البيض، عندي كوب الا ربع من السكر الحبيبات. هنا ما حبيتش نكثر الحلاوه، الا حبيتوا تزيدوا تكملوا الكوب كما حبيتوا، لاني راح نضيف فيها شوكولا على هذه، ما بغيتش نزيد نكثر السكر. عندي كوب من الحليب، الحليب ما يكونش بارد بزاف، كوب من الزيت النباتي، سعة الكوب 240 مللتر. عندي رشة من الملح، ملعقتين كبيرتين من الكاكاو، الكاكاو هنا البني كما كنتم تشوفوا. عندي هنا قطع من الشوكولا حوالي 100 غرام، سواء نديرو هكا قطع من شوكولا ولا ديروا حبيبات شوكولا تتباع جاهزة مباشرة. عندي كيسين من خميرة الحلويات ما يعادل 20 غرام، الواحدة فيها 10 غرام. وعندي هنا الفارينة باه نلمو الخليط. انا دوك الفارينة ان شاء الله وانا نستعمل فيها راح نحسب لكم باذن الله بالملاعق، هكذا باه نكونوا واضحين. راح نبدأ ونخلطوا بسم الله. اذا هنا انا راح نستعمل الخلاط، تقدروا ديروا غير بالفويبرك، انا اغلب الاحيان وين ندير غير بالفويبرك. نحط رشه تاع الملح، بسم الله، نحط السكر، راح نطلع هذا شويه نخفقهم. بعد ما خلطت الخليط ارجع ابيض وتضاعف الحجم تاعو. الان راح المكونات الباقيه نديرها غير بالفويل فقط. راح نضيف بسم الله الزيت شويه بشويه، ندير الحليب، بهذه الطريقة. إذا الآن راح نخفق الكاكاو هذاك، بسم الله. الان راح نبدا نحط الفارينه غير بشويه برك بالملاعق ونحسب لكم. بسم الله، هكذا حطيت سبعة هذو الاولين. راح ننخل الخميرة الكيميائية ثانية، قلنا كيسين، نخلط هذو الاولين. راح نبدا نضيف هكا في الفرينه حتى نشوف بلي الخليط وصل للقوام اللي راني حباته. اذا هكذا هنا بعد ما ضفت الفرينه، شوفوا القوام هنا يكون شويه ثقيل، يعني ما يكونش خفيف. الا كان لكم خفيف مش راح ينجح معكم لي مادلان، يكون شويه شمكان خفيف على الكيك، عفوا ثقيل شويه على الكيك العادي. راح نضيف الان الشوكولا، بسم الله. هاك تشوفوا لما نحرك فيه القوام تاعو كيفاه داير. نحاول هذيك الشوكولا ندخلها مليح. هنا من جهه اخرى لو تلاحظوا راني محضره لي كيسات،
درتهم لك الكيسات درتهم في هذو لياكو شايفين معايا. اللي ما عندهاش هذو تاع سيليكون تقدر تستعمل القالب العادي، ولكن ضروري يكون قوالب للمادلان. هكذا راح نصب الان. اذا هنا راني نصب، راح نستعمل انا ملعقه تاع الايس كريم. راك تشوفوا القوام تاعو كيفاه هو يهبط، دوك تعرفوا له. هكذا نخليو شويه حق الخميره، يعني زوج خماره راح يطلعوهم. اذا هكذا لما عمرت الكميه الاولى لكم تشوفوا هنايا عندي هنا حوالي 12 حبه، وقعدت لي نصف الكميه تاع العجين. حنزيد نعمر قوالب واحده اخرى، ندخلها الفرن يكون سخون من قبل، يكون سخون مليح، ندخلهم ان شاء الله يطيبوا، ونكمل الكميه الثانيه ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. اذا هابلك هنا المادلان تاعنا بعد ما طيبته. كما كنتم تشوفوا هنا الكميه الاولى كنت درت لها شويه معجون ودرت لها الوجه كاوكاو، وهنا خليتها كيما راهي. هنا بناتي يحبوا بزاف الكاوكاو على في المادلان، على هذه درتو. واللي هنا خليته هكذا كيما راكم تشوفوا، هاي لك الحبه كيفاه تكون. لهنا ما هدرت لكمش درجه حراره الفرن، هنا ديروها اقل من المتوسط هكذا باش تخليوه يطلع على غلبه ويجيكم بشكل هذا وما تسيح لكمش. راح نحل معكم حبيبه، بسم الله يجيكم خفيف هكذا. شوفوا راكم تشوفوا الشوكولا كيفاه. نفتح معكم شوفوا كيفاه يتفتت. هذا هو الشكل تاعو. نتمنى ان شاء الله الوصفة تعجبكم. هنا تقطع لكم كمية كبيرة ما شاء الله، لو تلاحظوا يعني في الوصفات العادية لمادلان يعني ما يفوتوا لكمش 15 حبة، ولكن هذا قطع لي ازيد من 20 حبة. هذه هي الكمية قدامكم. نتمنى باذن الله تجربوا الوصفة وتنال اعجابكم. مقاديرها جد بسيطة. هنا بالنسبة للشوكولا تقدروا تتخلاو عليها، وتقدروا ثانية ما ديروهاش بالكاكاو. ملعقتين تاع الكاكاو هذوك تبدلوهم ملعقتين تاع الفارين اللي ما حبيتوش، يعني هنايا على حسب ذوقكم. الحشو تقدروا تحشوه باي حاجه ماشي شرط شوكولا. نتمنى الوصفه تنال اعجابكم ان شاء الله. اذا كنتم اول مره تشاهدوا القناه ادعوكم للاشتراك وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بكل جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.